السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحلو الحديث والكلام. من قناة منوعات لينا كنرحب بكم، كنشارك معكم في هذا الفيديو كومبوت الخوخ، نتمنى يعجبكم وتشوفوه حتى الأخير. ودابا بلا ما نضيعوا الوقت غادي ندوزو المراحل الفيديو. بسم الله على بركة الله. عندي كيلو من الخوخ او البيش، غادي دابا نغسلو. خوخ قاصح يعني متماسك ماشي مهري كما كتشوفوا، غادي نغسلو ونديرو يتسقطر. كتسمع لي شي حاجه بحال هادي كنحيدها. غنغسل وحده وحده، نعاود نغسل بحال هكا. خديت شبكة غادي نحطها فيها من بعد ما تغسل، كتشوفو الما راه ولا نقي. كنحاول نشدها مزيان بهاد الشكل هدا، شتو الما راه ولا نقي. نخليه يتسقط مزيان. هذا هو الخوخ كيلو بعد ما نشف، من ما غسلته وتسقط مزيان ونشف غادي نقطعو. غادي نقطعو، انا ما كنحيدش القشره ما كنقشروش، هو قاصحين. هذه كنحيدها هكذا. انا وضحت لكم كيفاش كنقطع حبات الخوخ المتماسكة، نتمنى تعجبكم الطريقة. قطعت كمية الخوخ اللي عندي كلها بهذا الشكل اللي كتشوفوا. القطع كلها متماسكة، ما كاينش شي قطعة مهرية. دابا غادي نجيب قنينة او قرعة زجاجية وغادي نحط فيها الكمية ديال الخوخ. هذه هي القرعة، غادي نحط فيها، غادي نبقى حتى نعمرها يعني حتى نملأها. عندي هاد القراعي او هاد القنينات، وحدة صغر من وحدة، وحدة ما عمراتش، الثالثة كما كتشوفوا. غادي نجيب السكر والماء، غادي ناخد مقياس سكر خشن كأس واحد، هاد الكأس هذا تقريبا قد كأس العنبة،
مقدارين يعني الدوبل ديالو ديال الماء. غادي نخلطهم، غادي نحرك مزيان باش يدوب السكر، ميبقاش لاصق لتحت في قاع الكاس. درت إزالة للصوت لأنه كان ضجيج كتير بزاف باش ما يكونش إزعاج الأسماع ديالكم. هو بدا كيدوب السكر، بقى غير واحد الشوية، غادي نحرك شي جوج تحريكات ولا ثلاثة وغادي يدوب السكر بالكامل. نعمر الماء، داك الماء اللي دوبت فيه السكر، في كل قرعة كنغطي شوية الخوخ بهذه الطريقة اللي كتشوفوا. من بعد غادي نزيد الحامض او الليمون، غادي نعصر ملعقة كبيرة في القنينة او القرعة الكبيرة ومقدار نصف ملعقة في القنينات او القراعي الصغار. بهذه الطريقة، هذه طريقة سهلة، ما كاينه حتى شي حاجة صعيبة. اتمنى يعجبكم لا فيديو، وديروا لي لايك، توصلوه لاكبر عدد من اللايكات، وتشاركوه في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تبخلوش على القناة باشتراكاتكم وتعليقاتكم الزوينة. بحالكم كما كتشوفوا، أنا سديت أو غلقت القراعي أو القنينات كلهم، حطيت القراعي أو القنينات في كاسرول وفي الماء مقدار ثلثين في العلو ديال كل قنينة. غادي نخليهم يطيبوا لانني شعلت عليهم النار ديال البوطاغاز مده 20 دقيقه، ونطفي عليهم النار ونخليهم حتى يبرد الماء عاد نحيدهم. هادو هما القنينات او القراعي، من بعد ما حيدتهم اللي برد الماء اللي كانوا كيطيبوا فيه، قلبتهم بهذا الشكل اللي كتشوفوا. غادي نخليهم 12 ساعه، اي ليله كامله بهذا الشكل هذا. بعد مرور 12 ساعه او ليله كامله، ها هو كومبوت الخوخ موجود، كيبقى سنه كامله او اكثر هو في هاد العلبه او القنينه المحكمه الغلق بدون ثلاجه. ولكن نفتحوا القنينه، من بعد خاصنا نحطوها في الثلاجه ونبقاو ناخذوا منها. كنكونوا جينا لاخر لا فيديو. نتمنى يعجبكم وديروا لي عدد كبير من اللايكات، وتشتركوا في القناه، واضرب لكم موعد في الفيديو المقبل باذن الله.